إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الشقة شايفة بحر بوضوح، الشقة مرخصة، الشارع شارع الأسوي، الشقة شايفة شارع الأسوي وخالد ابن الوليد والبحر. ده شارع العيسوي وده شارع خالد بن الوليد والبحر. البحر بوضوح جدا، ميامي بحر بوضوح جدا زي ما انتوا شايفين كده. وادي الريسبشن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مدخل العمارة، مدخل فندقي راقي جدا زي ما انتم شايفين. ده مدخل العمارة كده، باب سكوريت، وادي المدخل بالظبط. ده مدخل العمارة يا جماعة. العمارة، اسانسير، بواب، حارس، كاميرات، كاملة العدادات. الشقة ادي الاسانسير اهو، اتنين اسانسير الاتنين شغالين. وادي المدخل اهو كده اهو، اوضه الحارس، السلالم، وغرفه الكهرباء. وادي المدخل اهو، هنطلع في الاسانسير بقى الشقه كده. طلبنا الاسانسير، هنطلع الشقه. بسم الله الرحمن الرحيم. شقة 160 متر، 3 غرف وريسبشن، 2 حمام ومطبخ، في ميامي شايف البحر. ادي الريسبشن زي ما انتم شايفين. ادي الريسبشن كده اهو. ودي البلكونة في تكييف هنا اهو. بلكونة، فراندا كبيرة. ادي البحر. الشقة شايفة بحر بوضوح. الشقة مرخصة. الشارع، شارع الأسوي. الشقة شايفة شارع الأسوي وخالد بن الوليد والبحر. ده شارع العيسوي وده شارع خالد بن الوليد والبحر. البحر بوضوح جدا، ميامي بحر بوضوح جدا زي ما انتوا شايفين كده. وادي الريسبشن اهو وطرقة التوزيع. هنخش دلوقتي على الثلاث غرف. الشقة 160 متر وفي إمكانية البيع بالعفش. الشقة ممكن تتأجر إيجار يومي، ممكن تتأجر وبتدخل دخل كويس إيجار. ده الريسبشن زي ما انتوا شايفين كده، وباب الشقة اللي دخلنا منه. شقة مفروشة تعتبر وبتتأجر إيجار يومي. وادي الطرق أهي. أدي الطرقة زي ما انتوا شايفين. أدي حمام رقم واحد. حمام رقم واحد، وادي الطرقة، وادي المطبخ. في إمكانية البيع بالعفش والأجهزة وكل حاجة في الشقة، والتكييفات والأجهزة والعفش كله. مطبخ كبير وفي غاز. الشقة فيها 3 عدادات. وادي حمام رقم اتنين. يبقى كده الحمامين. وادي الطرق اهي زي ما احنا شايفين، ريسبشن، وبعد كده حمام واحد ومطبخ، وادي حمام اتنين. وادي الثلاث غرف اهو.
ادي اول غرفة، غرفة الاطفال، تشطيب الشقة الترا سوبر لوكس. الشقة تقريبا بالظبط 160 متر، 160 متر، 3 غرف وريسبشن واتنين حمام ومطبخ. شايفة بحر ميامي، شايفة البحر وخالد بن الوليد، شارع خالد بن الوليد والعيسوي. ادي غرفة رقم 2. غرفة رقم 2. الشقة ممكن استثمار، وزي ما انتوا شايفين الصوف كلها جبس بورد، تشطيب حلو حلو جدا يعني. ودي غرفة رقم 3. الشقة اللي ممكن في فرصة ان احنا العفش، البيع بالعفش، ممكن البيع بالعفش او من غير العفش زي ما انتوا شايفين كده. عفش كويس، تكييفات، يبقى كده ادي غرفة اهي، ادي غرفة واحد، وادي الطرقة اهي، غرفة 2، غرفة 3، يبقى التلات غرف اهم. ادي 1 2 3، 3 غرف اهم مقفولين ومعزولين عن الشقة خالص. وادي الطرق اهي، حمام 3 غرف، وادي الحمام اهو، وادي المطبخ. الشقة مرخصة ومدفوع لها مصالحة، بديت مصالحة. وادي حمام رقم 2، طب هي كده فيها 3 غرف جوه وحمام ومطبخ. وادي حمام 2، وادي الريسبشن اهو كله. الشقة مدفوع لها مصالحة وتلات عدادات، وفي 2 أسانسير وبواب وكاميرات مراقبة ومدخل فندقي راقي جدا. شقة في ميامي، شايفة بحر وخالد ابن الوليد والعيسوي.